الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الجواب. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه، وأعتق من شفاعته الرقابا. أغثنا يا إلهي منك عفوا وتوفيقا، وألهمنا الصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تحول الكافر وليا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نبي جاء بالسعادة، والسعادة دينه. زكاه الله، ورفع ذكره، وغرس حبه في القلوب. لئن كان إبراهيم خص بخلة فهذا نبي أوتي الحب والقربى، وإن كان فوق الطور موسى مكلما فأحمد جاز السبع واخترق الحجبا، وإن فجر الينبوع موسى من الصفا فأحمد أروى من أنامله الركبا، وإن كلم الأموات عيسى ابن مريم فأحمد في يمناه سبحت الحصبا. صلى الله عليه، صلى الله عليه صلاة دائمة زاكية إلى يوم الدين. وجزاه الله عنا خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، وأدبنا بآدابه يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، في البداية أشهد الله على حبكم فيه، وأقول لكم يا جالسا في رحاب البيت ألقاه، يهوى الكتاب به مرقاه مسراه، يهناك والله من خير ظفرت به، لا المال يعدله كلا ولا الجاه، يهتز قلبي جذلانا برؤيتكم، بكم يزول الأسى والشاهد الله، قلبي بأمثالكم يهتز من طرب، أواه ممن يعادي مثلكم آه. وبعد، أيها الإخوة، فحديث اليوم إليكم هو حديث السعادة، هو حديث الجنات، هو حديث رحمة الله تبارك وتعالى. هذه القضية التي حصل فيها خلط كبير لدى كثير من المسلمين، إذ ظنوا أن الذي يعيش في ضيق، والذي يعيش في مشقة، والذي يعيش في عناء، أنه أقرب إلى الله، وأن الذي يعيش في سعادة وفي رخاء أن في دينه شك وخلل. وهذا فهم خاطئ قاصر. الله ما خلقنا إلا ليسعدنا، الله ما خلقنا إلا لنصنع جنات. فإذا نحن صنعنا جنات في هذه الدنيا منحنا الجنة هناك،
إذا نحن عشنا سعداء هنا سعدنا هناك. هذا هو الدين، دين كله رحمة، دين كله سعادة. وسوف يتضح لكم المقال بعد البيان إن شاء الله. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لم تأتي الرسالات، ولم ينزل، ولم تنزل الكتب، ولم يأتي الأنبياء إلا لإسعاد الناس، إلا ليصنعوا جنات بأيديهم ليعيشوا بها. ووالله ما مطمعنا جنة واحدة، بل مطمعنا في الدنيا جنات، وعند الله جنات النعيم. اصنع جنتك بنفسك، وأول الجنات التي ينبغي أن تصنعها بنفسك جنة داخلك، داخل صدرك، جنة تصنعها بالإيمان بالله، بالرضا بما قسم الله، بأن تسلم أمرك لله تبارك وتعالى، بأن ترضى بما قسم الله لك، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يفوتك الخير فتقول: لعل الله ادخر لي خيرا آخر. تصيبك مشكلة، قل: لعل الله صرف عني ما هو أعظم. هذه جنة بحد ذاتها، هذا الرضا وهذا اليقين تذوق به حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي به خالقا ورازقا، من رضي بشكله، بأهله، ببلده، بنصيبه، يعيش سعيدا، يعيش مرتاح البال، لأنه يعلم أن كل هذا من الله تبارك وتعالى، ممتلئ باليقين، جنته وبستانه في صدره. كما قال ابن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني فطردي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح السر في هذا، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن الله سبحانه وتعالى خلقك لتسعد، لتعيش راضيا. أما الذي لا يرضى فإنه يصنع في نفسه نارا تلظى، يعيش قلقا، متبرما، ضجرا، قد يفكر بمغادرة الحياة بالانتحار، لأنه لا رصيد إيمان لديه، تظهر منه أخلاقا لا ينبغي أن تظهر، والناس يعيشون في هذا الوضع، في الكريز وتعطل الكثير عن أعمالهم. هناك أناس لم تغيرهم الظروف ولم تغيرهم الأحداث، الابتسامة تملأ محياهم والرضا يعمر حياتهم، لأن الجنة بداخلهم. الجنة ليست بمال، الجنة هي شيء في الداخل، هي قناعة في الداخل يتبعها تصرفات في الحياة. فهذه أول الجنات، من حرمها قد يحرم جنة أخرى هي جنة الله، لأنها لا تكون تلك الجنة العظيمة، لا تكون إلا لأهل الرضا. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ربط عجيب، النفس المطمئنة تدخل في نفوس العباد فتدخل في جنات رب العباد هناك. هذه أول الجنات. وثاني الجنات التي نحن مطلوبون أو مطلوب منا أن نصنعها، أن نصنع الجنة في الحياة، أن تصنع جنتك في بيتك، في مؤسستك، في مجتمعك، أن تصنع الجنات في البلدان، في العالم كله. وصناعة الجنة باتباع أوامر الله، باتباع هدى الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لن يقترب منه الشقاء.
أما من تنكب طريق الله فإن له معيشة ضنكا. تصنع الجنة بالإيمان بالله، بمعرفة ما يجب عليك قبل أن تفكر بما يجب لك. فكر بما يجب عليك أن تفعل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نحن مطلوب منا أن نحيا الحياة الطيبة. البعض كما قلنا عنده مشكلة في هذا، يظن أن النكد والبلاء من علامات الإيمان. الله يبتلي الناس بالشر لكن يبتليهم بالخير أيضا، يبتليهم بالنعماء. لماذا نفكر دائما ألا يكون حظنا إلا الشقاء؟ علينا أن نصنع جناتنا بأنفسنا. وتصنع جنتك داخل بيتك بالحب والمودة والحوار وتحمل المسؤولية والرفق. وتصنع جنتك داخل مجتمعك بأدائك حقوق الناس، بأن تسأل عنهم، بأن لا تحمل حقدا ولا ضغينة على أحد منهم، بأن تكون فرحا بالخير لهم. وأنت تردد كل صباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تحمد الله على نعم ساقها لغيرك. تصنع جنتك داخل بلدك بأن تؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بأن يسود البلد العدل واحترام الإنسان وتكريم الإنسان. أما إذا غابت هذه المعاني تحولت البلدان إلى جحيم يغادر أهلها منها. ولعلنا نسمع هذه الأيام بموجات من المهاجرين من إخواننا في سوريا، لم يجدوا أرضهم تحتضنهم بحثوا عن حضن آخر، بحثوا عن البحار، ولكن البحر لم يحضن ذلك الطفل الصغير الذي صورته تمزق نياط القلوب، ولكنه انكفى على الأرض يطلب منها أن تحضنه. ولعل الأرض ستحضنه في جوفها ليلقى ربه سائلا إياه: ما ذنبه؟ ما ذنبه وقد تشرد كل هذا التشرد؟ أين أمة المليار والنصف مسلم؟ نحن لم نصنع جناتنا بأنفسنا للأسف. تصنع الجنة بأن تعرف ما لك وما عليك. وتصنع الجنة في العالم بأن يعيش الناس يتعايشون، يحترم بعضهم بعضا، يحترم بعضهم قناعات الآخر، يكرم بعضهم الآخر. بهذا نصنع جنتنا الثانية. فإذا صنعنا الجنتين معا لعلنا نرجو الله أن نكون من أصحاب الجنة الثالثة. الجنة الثالثة التي أعدها الله بنفسه، صنعها بيده وختم على ما فيها: فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سأل موسى ربه: من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل خرج من النار بعد أن عذب فيها بقدر ما فعل من سيئات، فرأى شجرة ذات ظل وذات ماء، فقال: يا ربي أدمني من تلك الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله له: ولا تسألني غيرها. قال: ولا أسألك غيرها. فلما دنا منها زمنا شرب من مائها واستظل بظلها، رأى شجرة أعظم وأكبر، أكثر ماء وأحسن ظلا وثمرا، فقال: يا رب قربني من تلك الشجرة، أشرب من مائها وأستظل بظلها. فيقول الله له: ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: يا ربي تلك ولا أسألك غيرها. فلما دنا منها ظل يفعل هكذا حتى سمع أصوات أهل الجنة فإذا به في بابها، فقال: يا ربي أدخلني الجنة، مجرد أدخل فقط خلف هذا الباب. ف
فقال الله يا عبدي أولم تسألني أولم تعاهدني ألا تسألني غير ما أعطيتك فقال يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله له هل ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ممن ملك الدنيا كلها فيقول أتهزأ بي أنا أريد أدخل فقط أتهزأ بي وأنت الملك فيضحك ربنا تبارك وتعالى فيقول الله له يا عبدي لك مثله ومثله 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 وعشرة أمثاله خمسون مثلا من أمثال ملك الدنيا لأقل أهل الجنة منزلة فقال الله فقال موسى يا رب وما أعلاهم هذا أدناهم فما أعلاهم منزلة قال أولئك الذين اصطفيت من خلقي غرست كرامتهم بيدي فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين كيف لا تكون الجنة مطمع المؤمن وهو سيلقى فيها رضا الله وسيرافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى فيها الزيادة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب يأتي يوم القيامة ويدخل المؤمنون الجنة فيقول الله يا أهل الجنة هل رضيتم فيقول يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأنقذتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول وهل تريدون شيئا أزيدكم فيقول وماذا بعد هذا فيكشف الحجاب عن وجهه ويراه أهل الإيمان الذين طالما اشتاقوا لرؤيته وتلى النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا نسأل الله ألا يحرمنا من كل هذه الجنات فيا أيها الإخوة من طمعت نفسه واشتاقت نفسه لجنة عرضها السماوات والأرض فعليه أن يبدأ بصناعة جنته من الآن جنة داخل نفسه طريقها الإيمان طريقها الرضا طريقها التسليم لأمر الله طريقها اليقين الجازم بوعد الله ثم ليصنع جنته في الحياة ادعوا إلى الله أيها الإخوة بأن تظهروا السعادة أظهروا السعادة أظهروا الأنس اعلموا أن وجوهكم كتبا اعلموا أن وجوهكم كتبا يقرأ الناس فيها معتقداتكم فإذا ما وجدوا شخصا ضجرا متبرما لم يطمعوا بعقيدته ولا بإيمانه لكن إن وجد الناس وأقصد بالناس كل الناس وجها راضيا مبتسما نافعا خادما للناس فاعلا للخير سألوا عن معتقده عن دينه ما الذي جعله هكذا سعيدا ما الذي جعله يعيش في الجنة فإذا عرفوا أن وراء هذا معرفة الله والإيمان بالله ومعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا بهذا الدين وبهذا المعتقد فسعادتنا دعوة واصنعوا جناتكم تنالوا جنة الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين Se noi siamo soddisfatti di ciò che Allah ci ha dato e ci ha finito.
viviamo, tutto ciò che viviamo a Lui, assaporeremo il piacere della fede, dell'Imano, come diciamo la fede, come dice il profeta assaporo il piacere della fede, chi è soddisfatto solo su chi è soddisfatto di Allah come Dio, come divinità. Dio ci ha creati per essere felici e non tristi. Questa è la confusione che molti musulmani purtroppo hanno nella loro vita, ci ricorda Sheikh. Il secondo paradiso è il paradiso della vita, e il percorso per arrivarci è la fede, è seguire le sue prescrizioni e assolvere gli obblighi che Allah Subhanahu ci ha mandato. In questo secondo paradiso diventa quindi la casa un paradiso, il centro un paradiso, la scuola un paradiso, il lavoro un paradiso. Possiamo vivere così. La casa può diventare un paradiso con l'amore e il dialogo che noi possiamo instaurare dentro questa casa. La società può diventare un paradiso con la pace, assumendo i doveri che abbiamo da assolvere e con il voler bene al prossimo. E quindi anche la società diventa un paradiso. Il tuo paese può diventare un paradiso con il bene comune e tutti coloro che concorrono affinché sia comune a tutti. Se riusciamo a vivere in questi paradisi, Dio ci offrirà il terzo paradiso, che è quello dell'altra vita. In questo paradiso il minimo che si può avere, ci ricorda Sheikh in un hadith che cita appunto il minimo che serve di Allah Subhanahu wa Ta'ala in questo paradiso che Allah ci ha promesso, è 50 volte quanto la terra, quanto il bene e il piacere che ci sono sulla terra. È il massimo, è qualcosa di indescrivibile, ci dice il profeta Sausa, è qualcosa di immaginabile, cosa che l'uomo non può immaginare. Vi ricordiamo infine, prima di concludere, quindi il Sheikh ci invita a essere felici nella nostra vita affinché gli altri possano vedere che la nostra religione non è una religione di tristezza, non è una religione di dolore, ma invece è una religione che porta la luce e la felicità a se stessi e agli altri. Vi ricordiamo infine, prima di concludere, che se volete partecipare, جاء إلى المجتمع الخامل الذي لا يحب أن يعمل يحب أن يدفع فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا اشتكوا من الفساد ومن التأخر ومن الضيق ولكن ما أحبوا أن يعملوا فقال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أعينوني أنتم بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا آتوني اشتغلوا قوموا تحركوا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصادفين قال انفخوا شغلهم وأقام قام بالواجب وبالدور فصنع الجنة لأنهم تلك الأمران معا فطوروا من إمكاناتكم ووثقوا بالله صلتكم واصنعوا جناتكم تنالوا الفوز في الدنيا والآخرة فالدنيا للمؤمن والآخرة للمؤمن إن شاء الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجزه عنا خيرا اللهم أبلغه في هذه الساعة صلاتنا وسلامنا اللهم احينا على سنته اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته اللهم ارض عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم علي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم يا ربنا كل المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جرحاهم اللهم اسلل سخيمة صدورهم اللهم آخي فيما بينهم اللهم آخي فيما بينهم وانزع الأحقاد من بينهم وردهم إلى دينك ردا جميلا حتى يستحقوا وعدك الذي وعدتهم اللهم يا رب لا تؤاخذنا بجوع الجائعين ولا بتشرد المشردين اللهم يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لنا في هذه البلاد أن تحفظ علينا ديننا وأن تحفظ أزواجنا وذرياتنا وأن تجعلنا هنا دعاة إلى دينك هداة مهديين اللهم اشرح صدور أهل هذه البلاد للدين بنا اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة واجعلنا فيها من الآمنين وسهل لنا بأرزاقنا فيها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم والطف بإخواننا المشردين والمهاجرين واللاجئين السوريين في هذه البلاد. اللهم يا ربنا ووفقنا لعونهم وإغاثتهم، ويسر لنا ولهم الأمن والأمان والسلام يا رب العالمين. وفي الختام أذكر الإخوة بما نبه إليه الأخ المترجم، وهو أن الأضحية، من أحب أن يضحي ويتصدق بأضحيته فهذا باب تكلم فيه أهل العلم، والصدقة بالأضحية مقبولة كاملة إن شاء الله. والأمر الثاني، ندعو لأبنائنا الذين امتحنوا اليوم امتحاناتهم التكميلية بأن يتجاوزوا، وأن ييسر الله لهم بالانتقال إلى فصولهم والقادمة وهم بأعلى المستوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقيم الصلاة.